사람이 하시더니 썰마 안 되면 나라 아니 안도다 씨. 사람이 하시더니 썰마 안 되면 북극 그러면 하설 오오 와. لما توعش استنى 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 ثواني يا جدعان ثواني الو الو يا جدعان ثواني ثواني اسلم على الناس طيب يا خراب يا راك يا جدعان هكرنا اللعبه المره دي احنا فكوكم اللي فات ده كانه ما حصلش كانه ما حصلش خالص ولا كان خدنا بصوا انتوا انتوا ما اعرفش اصلا يعني ماشي انا لسه جدعان خدوني على غفله يا جدعان انا لسه بقول يا هادي تمام بصوا بقى يا جدعان انا هكرنا اللعبه الحمد لله يا ابن اللعيبه هو انا اتزنقت كده ليه انا مزنوق بين تركيا والاردن ده عالم الاردن ده ولا الامارات ده ولا مين ايه يا جدعان مزنوق يا جدعان طب عيب طيب طب احنا انا مصري اهو معايا على هكرنا اللعبه يا جدعان وجبنا سكنات ومولعينها وبص المفروض ده سيرفر اوعى الواد ده مش مطمن له وبعدين بقى مش عايز ازنق تاني يا جدعان ما تفك يلا فكها يلا علينا يلا شويه يلا ما لحقتش اكل ابن اللذين ده ماشي يا جدعان ايوه بس كده عايزين بقى ايه ندي هيد شوتات بقى يا جدعان هنفعلين بقى ايه مفعلين هاكر مفعلين هاكر بقى بس هي بقت كده يعني يا تركي خد بالك انا داخل سيرفر واصحابي اخواتنا العرب هيحالفوا معايا خد بالك خد بالك يعني يا تركي فروق كده على نفسك يا صاحبي روق كده ايه وكشكشها كده ما تعرضهاش ماشي يا جدعان المفروض السيرفر ده بس علي بقى كده سالي هو الواد ده بقى وبعدين بقى في الوقت التركي الرخم ده بقى نطلع يا عم فوق هو ايه ده هو مش كده يا عم ماشيين عكس بص يا عم ماشي يا عم هو مش كده ماشيين عكس يا عم انت وهو ايه ده سيبوني طيب سيبوني اروح حته طب اكل اي حد طب هات الواد الازرق ده الواد الازرق ده كبر ازاي تعالى اديك تشوت عليه بس كده بيو هي هي ابلع هات بس دي كده تعالى بقى كده يا جدعان هنعمل غساله غساله على الواد ده هغسله هغسله دلوقتي انا الواد ده هيتغسل انا هعصره هعصرك انا انزل منك دود صغير دلوقتي اتقل عليا بس ما هو معلش هي الدنيا كده الكبير بياكل الصغير معروفه بس هنا في اللعبه دي الصغير بياكل الكبير بس قشطه مش عادي مش شرط يعني مش على طول بس هنا الكبير بياكل الصغير يا جدعان ماشي تعالوا بقى كده انا عايز ايه ايوه اي حد يا جدعان عايز اعلم عليه خد يلا ما اديك الشوت عايزين نلعب بحكمه بقى عايزين نلعب بحكمه مش عايزين نتغشم في شويه اكل نوم تعالوا بس ناكل كافي خفيف ترتيبنا 111 ماشيين بمستوى ثابت ما شاء الله علينا اللي في الاول ده يا جدعان مش عايزين اللي حصل في الاول ده ياثر علينا صلوا على النبي يا جدعان عشان شكري ما قلتهاش صلوا على النبي ان شاء الله يا جدعان صحيح انا اسف ما نزلتش فيديو امبارح كنا استراحه محارب بس ورجعنا تاني النهارده اهو فيديو قوي ولذيذ ولطيف وخفيف وايه ده بقى؟ طب انا عايز انطح حد اكل اي حد يا جدعان ما انا بقول لك ايه علم مصر ده يا جدعان متقلوش هرفع راسهم دلوقتي راس مصريين يعني والمصريين والعرب هرفع راسكم دلوقتي لا تقلقوا كرسي لديكم لا خوف عليه من الاخر عايزين نرفع الشعار يا جدعان وهنرفع شعار اللي هيجي على السكه هيتداس اللي هيجي على سكه القرص هيتداس سواء بقى تركي افغاني ياباني تايواني هيجي على سكتي هدوسه هلو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ايه ده بقى ولا انا عايز اكل يلا يا سلام يا تركي يا سلام يا تركي يا سلام ايه ده بقى مين ده بقى يا سلام يا تركي ده انت تركي 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 يعني تركي بينجو بينجو على نفسه بينجوك على نفسك يا صاحبي تعال بقى ايه نلحق نلحق بقى ايه قبل ما يلف علينا ويعصرنا نلحق ناخد مكان يلا يا جدعان ما شاء الله نطرنا الترتيب بتاعنا بدل 101 بقى 78 اتنطرنا كده لفوق حاجه زي الفل لاخر الاجه ناخد يا باشا نرجع هنا كده اهو بسرعه لعيب قوي لعيب قوي بزياده يعني لعيب بزياده مش لعيب عادي لعيب بزياده ماشي يا جدعان ماشيين خطى ثابته نحو المكسب ان شاء الله سيكون النصر حليفنا وسنظهر اوبا اوبا يا ابن اللعيبة قرص طلعت نفسي بالشياكة بالشياكة فاكرني يلا هاع يلا ولا ايه؟ ولا طاقية الكرسنة اللي انت لابسها دي يلا لح يلا انت كده هتعر الكرسنة انت كده عار عليا على القراصين اللي هم احنا اللي هو انا والناس اللي بتتفرج عليا اصحابي ايه في ايه العلب بتاع القراصنة دي ولا ايه ده هو ده انا ده يا هو انا للدرجة يا جدعان يا ابني اقلع بطاقة الكرسنة بقول لك ايه الواد ده يا جدعان مش هياكل خير مش بص مش هيعدي على خير الواد ده الواد ده نهلوشه دلوقتي يا اما هيموت الواد ده هيموت يا جدعان تمام ماشي مش عايزين نمشي بعشوائي مش عايزين نمشي بعشوائي يا جدعان ليه بقى العشوائيه مضره يعني احنا لازم نمشي بحكمه اوعى ده فينا لوت بس والله حلو اللوت اللي هنا ده هات يا عم ايه هات دي كده مغناطيس اهم حاجه ابعد عدو الصغير
اهم حاجه نبعد عن الديل الصغير ده يا جدعان، لان ده بيطلع زي الخازوق كده بالظبط بالظبط. تعالوا بقى نمشي جنب واحد كبير يمكن ننطحه. ماشي ترتيب التمانين ده، انا بقل مش بزيد، ما مش هينفع كده. انا بمشي اهو ماشي مش ايوه يا ابن اللذينه جبان. خد يلا منطحه قلعه، خد يلا منطحه قلعه. ماشي ماشي يا جدعان، معانا مليون، معانا مليون. ترتيبنا معايا مليون ولا كام؟ 100,000 معايا، سكوري من 100,000. ماشي ماشي. بص 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 يا جدعان، دودا انا اهو علم مصر يا جدعان. ما اقول لكم هكرت اللعبه بقى، عيب بقى هكرنا اللي تم التهكير بنجاح اخويا. اخويا ده عالم مين ده يا جدعان؟ انا ميح في الاعلام، بتلخبط بالاعلام قوي. مين ده؟ ماشي ما علينا ما علينا. اوعى بقى يا ولد، اوعى على اوعى اوعى. الله 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 الله، اللهم بارك اللهم بارك. اعطيني اعطي كل ده لوت، كل ده لوت. يا سلام يا سلام يا سلام. ايه ده بقى يا ابن الذين اللي اخدت اللوت انت يا وحش يا عم؟ انت اللوت ده بتاعنا اللي الاول يا عم، بس مش مشكله مش مشكله. نو نوت ا بروبلم، ات از نوت ا بروبلم ات اول. وي جانا دو ات اند وي جانا وين. هتقول لي انا بقول لك ايه؟ هقول لك ما اعرفش، جوجل ترانسليت يا صاحبي واتكل على الله. في واحد اهو بيحاول يلف عليا تقريبا، بس مش هنوله مراده. تعال نلحق بس ناكل الحاجات دي. ابلع عليه يا جبان يا جبان يا جبان. ايوه في واحد اهو يا جدعان شكله اتحشر بالغصب. فين بقى الدوده الصغيره دي بقى؟ لا لا تعالى بس هات لي المغناطيس ده يا جدعان. ترتيبي ال 40 يا جدعان، عاش عاش. ده كورس ماشي بخطى ثابته نحو المركز الاول. والولا الاخضر ده اهو شكلي بص هبلعه هبلعه العافيه دلوقتي. هيطق بص مش هيعدي على خير. بس يا جدعان بس احنا عايزين نركز بقى، نركز. وانا انا عايز انطح، انا عايز انطح بصراحه، انا عايز انطح. ايه ده بقى الواد ده جاي امتى؟ الازرق ده يا جدعان ما خدتش بالي. الدود الازرق ده يا جدعان ما بيتشافش ما بيتشافش والله، بيجي مره واحده كده، بيجي مره واحده كده. بصوا يعني الدوده ده اهي، ده شايفين الدوده دي؟ كنت احسبها اصلا لوت، اكتشفنا ان هي حاجه بتتحرك كده. بس الحمد لله الناس بقى اللي ما عندهمش اعلام الفقراء دول اللي مش مشغلين هاكر زيي، لا مؤاخذه هحط عليهم. مش عايزين نمشي بقى بعشوائي، مش عايزين نمشي بعشوائيه بقى. المشكله يا جماعه انتوا عارفين المشكله في ايه؟ ان انا كل ما اكبر الدوده حركتها بتبقى بطيئه، فاهمين؟ وصل لكم الفكره؟ امشي كده ولا كده؟ تعالى كده. وصل لكم انتوا الفكره يا جدعان؟ فدي ات از ا بروبلم، ات از ا بيج 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 بروبلم، بات دونت وري دونت وري اي ام هير ويز يو. يو جات ذا كورس اند everybody جانا لوز. اوكي اند كورس جانا جانا بيزا وينر. اوكي اوكي يلا بينا نكسب، يلا بينا نكسب. تعالى بقى كده البتاع دي كده نمشي كده ايه نكتشف شويه حاجات جديده. ولا انت ابن موت طالع، انت ابن موت. بص يا جدعان مدام جاي كده شكله ايه؟ بيو. خليك انت اخي، خليك انت يا جبان يا وحش. طب ترتيبنا لسه 44 للاسف، احنا بنوطه ما بنقلش، ودي ما بنزيدش، ودي حاجه مش كويسه. عايزين مغناطيس وعايزين ننطح حد. الواد ده عمل غساله على واحد هنا، مش عارف فرحان ليه. كنت هقع يا ولا، كنت هقع ليه بقى؟ اوعى اخويا الجزائري، اخويا الجزائري تحالف تحالف اهو تحالف بقى. ماشي جزائريين بقى ومصريين ايد واحده. ماشي ماشي ولا ايه؟ مفيش مايك يعني؟ عايزين مايك في اللعبه دي والله، عايزين مايك. هم ايه؟ همشي كده جنب الجزائري ومغمز له، دي الواحده غمزه كده. واخدين بالكم؟ نتحالف سوا، نلاقي واحد مثلا. بس كمان نعمل كماشه على الواد ده. يلا خليك بقى، بقول لك ايه؟ اطلع من اللعب، اطلع من اللعبه، اطلع من اللعبه. بص انا ده انا رخم، ده انا رخم. تعال اما ازنق عليك تاني. اها تعال بص اها يلا ابلع ابلع. ده هيبلع وش يعني. في واحد المفروض يبلع. استنى كده ناخد دي بس الاول، ناخد الحاجات دي. الولد ما بلعش يا ابن اللذين، يا ابن اللذين لحق نفسه. ايه ده انا بلعتش ما عملتش دي كده شت. ماشي ماشي مش مشكله مش مشكله، انا اطمعت اطمعت يا جدعان. بس ايه رايكم ناشر انا علم مصر في المابا؟ ناشر ايه ده؟ القياده ده بيلف علي. انت بتلف عليا يالا. اي اضحكتني اضحكتني يا ضعيف ضعيف، انت ضعيف انت ضعيف، انت استحاله تلف عليا. عشان ليه؟ لان انت ضعيف ما عندكش عالم زي. بص يا جدعان بصوا ده بيلف عليا، بصوا هو قد ايه ده بيلف عليا فعلا. بص 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 ده فعلا بيلف. يا ابني انت اصلا مش هتطولني، يعني انت اصلا مش هتطولني، انت عبيط يا صاحبي. طب تعال
تعال يا صاحبي تعال ما شوف هات اخرك هات اخرك هات اخرك هات اخرك ايوه بالظبط لف بقى يعني ازاي ازاي هتلف على ده ازاي وده اذا كان اخرك اهو اخرك اهو لف بقى ما تلف يلا جبت ورا ليه يلا ما تلف يلا يلا ما تلف يلا ايه ده لا لا مش هخش مش هخش انا اللود ده مش بتاعي يا جدعان اللود ده مش بتاعي مش هخش ده عبد اللذين الولد عبد اللذين محظوظ في لود كبير تحت الولد يا جدعان بصوا الولد شكله بيلعب الولد شكله بيلعب والله لو منفعل يلعب بصوا بصوا ده تعالى بس انا اروح اخد اللوت اللي تحت ده ماشي الولد يا جدعان بصوا الولد بيلعب يا جدعان عمال يتحشر ماشي ماشي انا اهو اهو تعالى نحشره يا جدعان الولد الاصفر ده يا جدعان يا ابن اللعيبه وبعدين بقى الولد بياخد اللوت كله ابن الايه الواد ده يا جدعان جه تقريبا هو اسمه ايه اسمه ايه الواد ده الواد ده جه خد اللوت كله ده جه ده كسح العيال الواد ده لعيب شيل بتاع الدوده الصغيره ده حد يشيل الدوده الصغيره دي من قدامك يا جدعان يا اما بص والله اقفل عليك هقفل عليك يلا جي جي يا صاحبي جو نيكست ابدا جيم جديد بقى ابدا جيم جديد يا دوده يا معفنه انت يلا نروحوا يا جدعان بصوا ناشر انا علم مصر في الترابيزه في المابا عامل اداء والله ده بيلف عليا ده بيلف عليا يا ابن الايه يا صاحبي انت مش هتلف انا اكبر منك يا نهار ابيض يا نهار ابيض انت ضعيف طب يا جدعان لسه ما قفلتش المليون سكوري مش مليون لسه ماشي اللي هو الاخضر ده بص يا جدعان ده مني عامل لهم رعب عامل لهم رعب عامل لهم هس هس في دماغهم دلوقتي عامل لهم هس هس يلا انا ماشي وراك اهو ماشي وراك يا صاحبي ماشي وراك يلا يا صاحبي تعال اخرك ايه اخرك هاتو لان اللي يجي على سكتي هدوسه اخرك هاتو انا ماشي وراك اهو انا بص يا جدعان ايه هو الاصفر ده هيقع لا الولد تحت الاصفر ده لانه متهور بيلعب بتهور انتوا واخدين بالكم وانا ماشي وراه يا سلام انا ماشي وراك يا صاحبي اهو ما انت هتاكل ايه ده بيلف عليا اصل انت مش هتلف عليا يعني انت انسى انت مش هتلف عليا لسبب لان انا اكبر منك ومنتشر منتشر في المابا الواد ده ايه ده ده رائد فضاء ده ولا ايه ده رائد فضاء وبعدين بقى بعدين بقى في قله الادب دي بقى اللي بتحصل دي بقى يا ابني ما انت يا ابني اصفر انت ده انت عيل اصفر رخم اصفر ورخم بس يا عم انا همشي انا كده اروح ايه اروح ادور على واحد ما انا اخويا العراقي مش عايز ايه هو يا جدعان الدود الصغير ده يا جدعان والله العظيم ما بشوفوش خالص بص 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 انا بقيت 39 اهو انا مش راضي اجيب السكور المليون ليه عايز اجيب سكور مليون يا جدعان عايز الف على حد طيب عايز اغسل اعصر اي حد ما انا مش هقعد الوت كده وخلاص بس يا عم بس يا عم نلف طب اخرنا بقى ايه نروح نلف على الدوده الصغيره كان غيرك اشطر يالا لا ده هو بيهرب يا جدعان بيهرب بيهرب كانش عايز يقتلني هو ما يقدرش اصلا يقتلني ماشي احنا منتشرين يا جدعان شايفين الانتشار والله العظيم عامل انتشار ابن لذينه في المابا الولا بصوا الولا بيحاول يعني هو بيحاول يعمل غساله بس هو مش هيعرف لا صدقوا يا جدعان ده انا في كتير بيعملوا عليا لا استنوا كده في كتير بيحاولوا يوقعوني بس انا عامل اداء والله انا صلب طولي لغايه دلوقتي خدوا بالكم يا جدعان يعني 36 بصوا 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 عيب بقى الكرسي لديكم لا خوف عليكم يلا بينا تعالوا ناخد دي 36 ترتيب 36 عايز بس اكبر الاسكور عايز اقفله مليون المشكله بس في الولد اهو بيلخمني او الولد العراقي ده بيلخمني بصوا بصوا الولد زمان دلوقتي اترعب بقول لكم يا جدعان تيجي نلف عليه انا مش عايز الف على العراقي بصوا 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 الدوده الصغيره دي خبيثه في هنا يا جدعان لمه كبيره في لمه كبيره هنا بس علي بقى كده البتاع ده عشان نركز في لمه كبيره قوي 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 هنا يا جدعان فمش عارف الف ورا حتى العراقي اخويا اللي انا مش عايز الف عليه مش عارف الف عليه انا مش عايز بس مش عارف يعني الاثنين مع بعض ولا الاصفر كل ما اروح في حته يطلع لي ابن اللذينه وبصوا بس انا بقول لكم ايه انا بلعب ذكي بلعب بذكاء بلعب بذكاء انا منتشر 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 انا على الترابيزه اهو منتشر عيب بقى يا ابن اللعيبه يالا يا قرص يا ابن اللعيبه ما عملتش حاجه بس اللي هو الاصفر يبلع قلت لكم يا جدعان بيلعب بتهور قلت لكم بيلعب بتهور وحصل حصل والتاكي ايه ده بقى انا حسيت بغدر هو ده مش انا مش ده بتاعي ده اي صح اهو اهو هات يا باشا لم يا باشا لم بس بقينا كام 32 جبنا مليون جبنا قلت لكم يا جدعان ولا ايه ده صدقوا كنت بقول لكم ايه
لا مؤاخذة بقى يا اخويا العراقي، في لخفانة هنا يا جدعان، بس اللي عنده قلب احسن من اللي عنده معزة. وبعدين تجيبني ده يا جدعان؟ لا 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 اهرب اهرب احسن. اخويا العراقي برضو، تعال نشوف الواد الابيض ده، الواد الابيض ده ما بيلعبش بذكاء، شكله كده ما بيلعبش بذكاء. ترتيبي بقى الخمسة. انت عايز حاجة؟ انت عايز حاجة يا صاحبي؟ انت جايز، انت زي الخازوق، احنا دلوقتي بنتعارك سوا، انت مالك؟ احنا يا جدع اخصام، يا جدع احنا مش اخصام، مصارين البطن من بطن بتتعارك. في حاجة؟ في حاجة؟ لا يا جدعان، يا جدعان دول الصغار ده جاي حد يبعده يا جدعان عني. ابعد يا عم دول الصغار ده يا عم، ده انتوا رخم. ابلع بقى، ابلع ابلع ابلع، تبلع يالا تبلع يالا يا دودة يا رخمة يالا، تبلعي تبلعين تبلعي الحين. يلا طب انا ايه بقى، انا دود الصغار بيعمل معايا ايه يا جدعان؟ وبعدين بقى في الولد العراقي ده بقى، يا عراقي انا ما رضيتش اعملها معاك، ما رضيتش اعملها معاك، خليك فاكر ايه ده ده. لا هتمشيها كده يا صاحبي، هتمشيها يعني فلتذهب العروبه الى الجحيم يعني قصدك؟ بس انا ما لو انت يا صاحبي عايز تخنزر عليا وتوقعني فانا مش هعمل كده. ابلع تبلع يالا، تبلع تبلع يا عراقي تبلع، عشان يا وحش كنت عايز تاكلني، كان عايز ياكلني يا جدعان، كان عايز ياكل. اخره الخنزره وحشه برضه والله، اخره الخنزره وحش. ترتيبي بقى كام؟ 24. عاش عاش والله، والله العظيم عاش بزياده يعني. اوف في لوت كمان يا لهوي، مش عارف اروح فين ولا فين. اكسترا لوت، اكسترا اكسترا لوت، وسع كده يا صاحبي. اللوت ده بتاعي، اللوت ده بتاعي كله كله ما شاء الله بتاعي. هات لي بس كده. الله 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 الله، وصلى العصر في 4 ساعات. ترتيب 22، ترتيب 22. بس بقى بس يا جدعان، كلمه كلمه قلت لكم يا جدعان العراقي ده جت منين بقى الدوده دي؟ بقى الدوده دي جت منين؟ انا كنت لسه هاكل دلوقتي، بسمي الله ولسه باكل. طب يا جدعان عملنا حلو، سكورنا بقى 2 مليون الاول على السيرفر، جايز كله 6 مليون يعني في 4 مليون، فاضل لنا 4 مليون. تعالى بقى ايه، نفضل ماشيين كده اهو، نمشي بذكاء زي ما احنا، نمشي بذكاء احنا يا جدعان. بصوا احنا ايه، احنا ماشيين بمبدا اسمه ده الخيره فيما اختارها الله، احنا بنفضل ماشيين تمام والله. يعني حد هيخنزر فيعني خلاص ما هتخنزر عادي، اه هسلم امري لله، واللي معاه اللي معاه ربنا يمشي على البحر، اللي معاه ربنا ايه بيمشي على البحر. ابن الذين كان هينطحني، كان هينطحني، بس على مين؟ على مين يالا؟ ده انا بابا يالا، يلا يا بابا يلا، بابا بابا المجال يلا. تعال بقى كده، انا للاسف اللي حصل المره اللي فاتت ده باللوت اللي انا اكلته ما عرفتش، ما اكلتش بذكاء، فاللي حصل ايه ان انا دلوقتي في حاجه، في دود ابتدى يلف عليا بس مش هيعرف ليه، لان هو دود صغير. المشكله انا الدوده بتاعتي كبيره، بس المشكله ان انا مش واخد موضع حلو يعني. بصوا تقريبا انا كده اتلف عليا تقريبا، يعني اتلف عليا صح، اتلف عليا. لا لسه صدقوا، هي الصفرة، هي اه صدقوا يا جدعان، ده الدودة اللي هي التانية دي اللي هي اللي كانت لسه معدية دي المحشورة. طب ماشي ما تلفش عليا الحمد لله. تعالوا بقى ناخد ايه بوزيشن، ناخد بوزيشن بقى، ناخد وضع. يلا 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 يلا، بقول لكم يا جدعان شفتوا، بقول لكم بقى يا ابن اللعيبة يلا يا قرص، تبلع تبلع يلا تبلع يلا يا ابن اللعيبة يا قرص، جيت الدنيا ازاي؟ مش ممكن توجع يا عم، اللي يجي على السكه هيتداس. يلا يلا كده ناخد صف اللوت الجميل ده كده، يلا 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 نلوت بذكاء بقى، نلوت بذكاء. ده انا ده انا ده انا لغايه دلوقتي ده كله ده انا. هات لي بس المغناطيس، هات لي بقى نطلع بقى نلوت في اللي فوق ده، الكلام ده الجميل ده. ترتيبي يبقى 19 ب 2 مليون ونص، هو ده الكلام. ناو وي ار توكينج بيبي، ات از نوت ا شيت، ات از ان ديب شيت، وي ار ان ديب شيت، بس ما تقلقوش الشتا ده هنظبطه دلوقتي. ترتيب 18، 2 مليون ونص، احلى سكور في الدنيا سبحان الله، مع اني كنت اتوقع يعني الواد ده هو اللي يموت، الواد اللي هو اللي فوقي ده ما ماتش، بس يلا على الله على الله كله. لا يا جدعان قلت لكم اللي مع ربنا يمشي على البحر، اللي مع ربنا يمشي على البحر يا جدعان، اللي مع ربنا فاهم، مع ربنا ثم انتم ثم احترافي. عيب بقى عيب، ما تصغروناش ما تصغروناش، انا لوت باحتراف. عايزين بس ايه ناخد الحاجات اللي هي دايما بتكبر تمام، وناخد مغناطيس عشان نلم بسرعه. ترتيبي بقى كامل 21. مش هينفع مش هينفع، انا عايز انطح حد يا جدعان، كنت اتنطح كنت اتنطح
بتتنطح. لا 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 بص يا جدعان ما شاء الله مفيش غيري مفيش غيري كورس. بص يا جدعان رافع عالم اعمل ايه تاني؟ اروح فين تاني؟ اروح فين تاني؟ انا عايز حد انطحه. هاتولي حد انطحه ناو. شوفوا شوفوا ده انا ده انا ده صح؟ اه انا ده انا شوفوا. وكل ما اروح في حته الاقيني ليه؟ لان انا لعيب جامد. بص 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 هو انت ده ازاي بقى؟ ايه ده؟ ده جه ازاي ده يا جدعان؟ هو ظهر ازاي ده؟ والله العظيم انا كنت مركز مع الواد اللي فوق جه ازاي؟ يا جدعان الواد اللي دول بيختاروا. شفتوا اللون ده؟ اللون ده انا ما خدتش بالي منه يا جدعان. اللون ده يا جدعان انا ما خدتش بالي منه نفس لون المابا. فتفقيها لا هو والله العظيم كنت ماشي باداء عامل اداء حلو واكل وعمال كنت رافع على مصر والله والله العظيم رافع على مصر. طب يا جدعان وبعدين الهاكر يا جدعان مش ظابط اعمل ايه؟ طب عشان اطلع اول على السيرفر توب على السيرفر اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ لا بقولك يعني انا هظبط الهاكر ده والمره الجايه التوب على السيرفر. بقالي 20 حلقه بقى من ساعه ما عملت بدات سلسله الدودة الشهيه دي وانا كل مره بقول لكم هطلع التوب على السيرفر المره الجايه. بس بقولك يا جدعان المره الجايه التوب على السيرفر. خد بالكم انا ما طلعتش التوب على السيرفر المره دي فانا داخل انا التوب في قلوبكم صح؟ معلش يا جدعان الثقه دي ثقه يا جدعان. يعني انا ما خدتش الحمد لله ربنا برضو ايه بياخد حاجه بس بعوض ده حاجه ماشي. يا جدعان كده الفيديو خلص. لو الفيديو عجبك اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس. شوفوا الفيديو الجاي.